السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دالان خلال الشاشة المتميزة زي كوميونيك تي في. نرحب بجميع الأعضاء المحبين القناة هذه. إذن عطلة سعيدة للجميع بحلول الأسدس الأول أو نهاية الأسدس الأول، عطلة الأسدس الأول، و مبروك على جميع الناجحين في هذه المرحلة الأولى والثانية. إن شاء الله تكونوا من الفائزين في المرحلة الثالثة والنهائية المرحلة الرابعة في آخر هذه السنة الدراسية. إذا نقدم لكم في هذه البريود ديال العطلة بعض الألعاب التي تعتمد على الذكاء وتنمية العقل، داكوغ، تنمية العقل وتنمية الذهن وتنمية الذكاء وكذلك. إذا هذه اللعبة هذه سميتها سودوكي، الشهيرة اللعبة اليابانية اللي تعتمد على الأرقام، على استراتيجية الأرقام، تموقع ديال الأرقام. إذا هناك خانات، 9 خانات، كل خانة عبارة عن مربع خاص ما يتكررش فيها عدد من 1 إلى 9. داكوغ، و تنقترح لكم هاد الرقعة هادي بوزل اللي حقيقة لقيت فيها صعوبة عدة مرات، تقريبا شي 3 المرات ولا 3 ولا 4 المرات نعاود فيها، ولقيت فيها كل مرة لقيت فيها واحد الصعوبة معينة. انت تلاحظوا هاد المستوى، هذا مستوى جد صعب، جد جد صعب، تسميه ولا تسميه الناس ديابوليك، داكوغ. اذا صعب جدا. اذا بالنسبة للمتتبعين المحبين هاد اللعبة هادي، يمكن لهم يبداو من مستوى سهل اي فصيل حتى يتعودوا عليه، من بعد مويا مستوى متوسط، ثم مستوى صعب معناه ديفيسيل، الى مستوى جد صعب. جد صعب تنسميوه ديابولك، كيف ما تتشاهدوا على الشاشة. قلنا نعتمدوا بالخصوص على قمر الرصاص وميمحات كذلك للحسم، قلم حبر للحسم. داكوغ، إذا نتبع معايا الطريقة كيفاش، وغادي نعلق من خلال هذا الفيديو. الفيديو غيكون شيئا ما طويل ولكن غيكون مختصر، داكوغ، وفي الحقيقة غيكون طويل جدا ولكن هنحاول نختصره. سوف أوقف الفيديو ريثما ألقى حل بعد المسائل، داكوغ، لأن لا يتجاوز مدة الفيديو تقريبا 30 دقيقة إلى 35 دقيقة، ولكن مدة الإنجاز العمل ساعة وساعة ونصف، لأن مدة طويلة تعتمد على الصبر. إذا نبدأ على بركة الله في الاستراتيجية الأولى، أنطلق من أفقي بحالة الشكل هذا. لأن هذا السطر، هذا السطر الأول عبارة عن 3 خانات، انطلق منه، ثم السطر الثاني عبارة عن 3 خانات كذلك، ثم السطر الآخر، ثم ننتقل إلى العمودي، داكوغ. على إذا أول حاجة تبدأ بها هي المسألة مجربة وعندها تقدر تحل لكم بزاف الأشياء. المهم انطلق دابا من أفقي ثم العمودي، إذا انتبهوا جيدا.
Alors, كيف ما لاحظتم جد 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 صعب هذا البيزل، لأن ما كاينش حلول ممكنة. لا لقيت هاد الأرقام 9 و6 و2، إذا أنت توحي بأن هاد اللعبة رهيبة رهيبة جدا. لاحظوا معايا هنا 2 2 2، لأن 2 فات السطر، 2 فات السطر، و 2 فات السطر، مخالفين. لاحظتوا 1 ما كاينش هناك سوليسيون، يا با دو سوليسيون، كاينش واحد الحل هنا. لاحظوا لأن غير واحد هنا، 7 كذلك ما كاينش حل، واحد وحيدة رقم واحد هنا، 5 كذلك ما كاينش حل. إذا في هذا الخصوص كاين الحل الوحيد هو 2. لماذا؟ لأن هناك شو هنا دو بوسيبيليتي، لاحظتوا هناك بلوك هنا، بلوك هنا، بلوك هنا، هاد الخانة هادي بالضبط خصو تاخد رقم 2. لاحظوا معايا هنا، هنا بلوك، هنا بلوك، هنا بلوك، لاحظتوا. إذا 2 تاخد. بالنسبة لهذا السطر هذا لقيت الحل الوحيد جوج حلول هو 6 و1. ناخد المثال ديال 1، لاحظوا معايا هنا بلوك، هنا بلوك، هنا ديجا هنا كاين دي بلوك هنا، إذا واحد ياخدها هنا في هاد البلاصة، فإذا في هاد المكان هذا ياخد واحد. داكوغ، واش غنقول لكم التاني؟ بالنسبة لستة، لاحظوا 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 هنا كاين بلوك، وهنا كاين بلوك، لاحظوا هنا كاين بلوك، لاحظوا هنا كاين بلوك، وهنا كاين بلوك، إذا ولا بدا تاخد رقم على 6. هنا كذلك 9 ولكن 1 1 1، 2 ليس لها حل، 3 هناك حلين من بعد نقوم بهم، 4 كاينش حل، 7 كاينش حل. هذا يعني كاين حلول عدة ما قدرتش نحسمهم في الأول. انتقلوا هنا الخانة هذه، لاحظوا معي هنا 9 بلوك بلوك، إذا هنا ولا بدا ياخد 9 هنا، كاين واحد بلوك هنا وكاين واحد بلوك هنا، إذا ولا بدا تاخد المكان هنا 9. هذا هو اللي كاين. إذا فاد انتقال أفقي ثم انتقال عمودي. إذا ناخدو في الإطار الثاني لا دواليتي، معنى لي دو بوسيبيليتي. إذا الخطوة الاستراتيجية الثانية أننا سوف نقوم باستخدام قلم الرصاص لكي نحدد مكانين ممكنين لكل رقم. داكوغ، سوف تطلب العملية واحد الوقت. إذا سوف أوقف الفيديو ريتما أنتهي من إنجاز هذه العملية، ومن بعد نفسر لكم الطريقة كيفاش. سوف أوقف الفيديو الآن. إذن هناك عدة محاولات، ولكن ما نقدم لكم واحد الحاجة. تلاحظوا هنا 2 كاين واحد حاجز هنا، كذلك حاجز هنا، لاحظوا هذا حاجز وهذا حاجز. إذن سنبوسو غتكون 2 هنا، 2 2، تلاحظوا هنا واحد الحاجز هنا، هنا كاينين حالتين ديال الرقم 2. اذا واحد من هاد الحالات اذا تبلوك هادي كامل، هنا كاين بلوك او كاين هنا بلوك، كاين هنا بلوك، اذا 100% تكون 2 هنا. هنا هنا 2 اثنان اثنان اثنان، هنا هنا اثنان اثنان. اذا اللي كان هنا 2 هنا ما بقاش 2، تحيد من هنا. أصبح رقم 2 هنا، ونبقى 2 هنا، ظل أحلى ما هنا،
اتنين 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 محتوى كان سلام. هنا اتنين اتنين اتنين، لقد حلينا رقم اتنين. هنا اتنين اتنين اتنين، هنا اتنين اتنين اتنين، واحد جوج تلاتة، ان دو تخوا، ان دو تخوا، و ان دو تخوا. إذا قمنا بإجراء بعض الاختيارات. نبدأ بهذا العمود، لاحظوا تسعة تسعة، إذا غتكون هنا تسعة أوبليغاتوار، غتكون واحد من هاد الكليكات لي دو تسعة، هنا تسعود و هنا تسعود، هنا تلاتة تلاتة، كذلك هنا واحد من هاد لي دو كاز. اثنين اثنين سود، لحظة هنا أربعة، لاحظوا لقد اكتشفت واحد العدد بعد زهاء واحد المدة طويلة من التفكير. لاحظوا معي أربعة هنا، غير ممكن نوضعها هنا، ما يمكنش نوضعها هنا، ما يمكنش نوضعها هنا، إذا ضروري نوضعها هنا. أربعة أنا واحد أنا، إذا أنت صوم بوست تكون واحد، وهنا نديرو تسعة وسبعين، إذا بارفوا تكون تسعود بارفوا تكون تمنية. انت لحظة لا 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 لا
مربع إذا لاحظوا راح التقنية، أنا شوف لاحظوا هنا 69 69، إذا ما يمكنش ياخد رقم 9 هنا، إذا هنا لا، إذا 69 69 أنا تاخد رقم 5 هنا، أنا إما تكون 5 ولا 8، إذا أنا بلاصي 85 هنا، 85 85 هنا تكون 9، أنا تكون 9، أنا تكون 8، إذن 8، لاحظوا ان 9 لا يمكن نضعه هنا، اسود ما يمكنش نوضعه هنا، هناك 74 74، اذا 100% تكون سودا، سودا ان شاء الله.
لا، لين واحد اكتشفت واحد الحل. هذا لاحظوا معي، انا 65 و65، اذا ما يمكنش تاخذ هنا 5، 5 و4، 65 و65، اذا 100% هتكون هنا 5 و5 و5. إذن هنا مقدرش نحسب مش 4 و5 5 صوابع. لاحظوا لقد اكتشفت واحد العملية، هي العدد 7 هنا، أنا يعني 13 13، يعني 1 2 3 هنا 4 5 6 7 8. نصب الصورة هتكون 7. لقد اكتشفت واحد العدد جديد، انت لاحظ معي هنا 73 73، اذا 100% تكون هنا 5، اذا 5 تحيد من هنا. هاي تكون هنا 8 وهنا تكون 5. تكون هنا 8. من 1 من 6
لقد اكتشفت عدد جديد. لاحظوا هنا 87 87، هنا 100% هنا 5. 500% تكون هنا 5، هنا تكون 6، اكتشف واحد الحل. لحظة معي جيدا، هنا 5، هنا ميمكنش يكون هنا 5، ميمكنش هنا، مقدرش يكون هنا 5، تقدر تكون هنا فقط، اذا 100% تكون 5 هنا. Let's continue.
5 fois 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 5 fois
لا تسأل على خطأ. استنى لا تسود. ونستم خلاص يكون سلس. إذا الحمد لله لقد حلينا البزل هذا بعد عناء كبير، وقعت من بين أصعب الرقعات ديال السودوكي في النيفو ديابوليك. كانت فعلا صعبة جدا، وكيف ما لاحظتوا لقد حليناها بصبر كبير. إذن هذه اللعبة تتطلب العقل وتتطلب استراتيجية وكذلك الصبر والمثابرة حتى النهاية. إذن كان معكم يوسف دلال من قناة جوكوميك تي في. عطلة سعيدة للجميع وإلى اللقاء. دائما أوفياء قناة جوكوميك تي في وإلى اللقاء. إذا تنصحكم أيها الشباب أنكم تمارسوا هذه اللعبة هذه في هذا الوقت الفارغ، الأوقات الفارغة، كمتعة لكم وكرياضة للذهن ديالكم. دكا إلى اللقاء إن شاء الله في رقعة جديدة من رقعة ديال السيدوكي نيفو ديابوليك. إلى اللقاء.